السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على واحد المشروع رائع وهام جدا، لو تجسد سوف يعطي للجزائر بعد حضاري و يعني تاريخي، وكذلك يعني يعطي للجزائر حقها في ريادة في إفريقيا، حيث أنه المشروع هذا يتعلق بالمتحف الإفريقي الكبير الذي كان من المفروض أن يقام في الجزائر وفي منطقة صابلات بالضبط، وفي هذه المنطقة هنا اللي الأرضية راهي مهيئة للمشروع هذا. وهذا المشروع هو مشروع كما قلنا متحف إفريقي يمثل إفريقيا يعني بكل أطيافها وكل ثقافاتها المختلفة، سوف يكون يعني المتحف الإفريقي الكبير والمركزي يكون في الجزائر العاصمة. وهذا المشروع هذا تقرر في سنة 2012 بمناسبة انعقاد الاتحاد الإفريقي، منظمة الاتحاد الإفريقي، واللي خصص له البنك الإفريقي، خصص له يعني آنذاك في 2012 ما قيمته 1.2 مليون دولار لإقامة هذا المشروع، وهذه القيمة اللي الآن تساوي ما لا يقل عن 3 مليون دولار، إذن لإقامة هذا المشروع في هذه المنطقة في صابلات. لكن للأسف الشديد المشروع هذا لم يرى النور إلى يومنا هذا، وكان فيه زوج اقتراحات يعني زوج تصاميم لتجسيد هذا المشروع الرائع. يعني المشروع الاقتراح الأول، هنا نشوف المنطقة تاع صابلات ونشوف يعني المنظر العام تاع المشروع، وكان فيه وهي أمام بحيرة صغيرة هنا، وهنا نشوف الاقتراح الأول نتاع المشروع هذا، التصميم هذا هو نتاع المتحف المركزي أو المتحف الكبير لإفريقيا بتمويل من الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي. إذن نشوف هنا المشروع هذا اللي كان مقرر منذ 2012، لكن للأسف إلى يومنا هذا لم يرى النور. فيه كذلك مشروع يعني فيه التصميم آخر، اقتراح آخر تاع التصميم، وهذا الحقيقة هذا هو اللي يعجبني كثير، لأن هنا هذا اقتراح ثاني للمشروع نتاع المتحف الإفريقي في الجزائر. نشوف هنايا تصاميم رائعة رائعة. تصور يا أخ يا رئيسنا يا تبون، لو يتم تدشين هذا المشروع يعني تجسيده وإنشائه في صابلات، شوف يا سي يا مسؤولين المشروع، حق الله هذا المشروع هذا سوف يضاهي المشاريع تاع الأوبرا تاع أستراليا في أستراليا، والأوبرات الكبيرة في دول العالم. شوف يعني ما يعني المنظر يمد المنظر لواجهة تاع الصابلات، يعني تصميم رائع، أموال كانت مهيئة، أرضية مهيئة، لكن التجسيد صفر. لاحظ هنا التسريب غايب، استغفر الله. ننتظر من السلطات أن يبادروا في إحياء هذا المشروع وتجسيده في الواقع. نريد أن بلدنا أن تكون له، خاصة هذه الواجهة تاع صابلات والجزائر العاصمة، والطبيعة تاع المشروع يعني تعتبر واجهة تعطي الصورة الحقيقية للجزائر والمقام الذي يليق بها. إذن نكتفي بهذا القدر، ونتمنى أن المشروع هذا يلقى طريقهم إلى التجسيد، والسلام عليكم.